اهلا بكم، معكم محمد مدني ماركتنج سوبرفايزر ايت للموبايل. النهارده معانا لايف جديد، لايف ادلاك السوبر بي 37 برو. بس قبل ما نتكلم عن الموبايل حابب افكركم في اخر الفيديو في مسابقه، وفي 5 اسئله هيجاوب عليهم 5 فايزين هنختارهم عشوائيا، بس اعمل شير كتير ولايك كتير. في البدايه كده حابب اعرفكم على ايت الموبايل. ايت بدات 2009 في افريقيا، ودلوقتي متواجده في 50 دوله حول العالم، وبتحتل المركز الاول في الفلاتات الاقتصاديه تحت سعر 75 دولار اي ما عادل 1200 جنيه مصري. بدات ايت في مصر سنه 2015 كشركه بتصنع موبايلات اقتصاديه من فيتشر فون لسمارت فون، ودلوقتي هي رقم 1 في مصر في الفئه دي بواقع 4 مليون مستخدم في مصر حاليا. ايت بتستهدف ان هي تكون موجوده في كل بيت مصري من خلال ايت فاميلي، وهي بتضم ايت الموبايل وايت التي في اللي بقى موجود في السوق المصري دلوقتي وممكن تجربوه وتشتروه، وكمان ايت اللابتوب اللي هنعلن عنه قريب. ودلوقتي هسيبكم مع معتز التوني ريتيل مانجر هيشرح لكم اكتر ويعرفكم اكتر السوبر بتاع B37 و B37 برو. معاكم معتز التوني ريتيل مانجر ايت الموبايل. في البدايه حابب اتكلم معاكم عن سلاسل ايت اللي موجوده في السوق او الاجهزه اللي موجوده حاليا في السوق المصري. الاجهزه بتاعتنا في السوق حاليا متكونه من 3 سلاسل. السلسله الاولى وهي A، ودي بترمز لاندرويد فور ايفري ون، من خلالها ان انا اقدر امسك اول موبايل سمارت فون ليا بسعر على قد الايد. تاني سلسله وهي الاس، ودي من خلالها اقدر امسك احسن سيلفي في الفئه السعريه. ثالث سلسله وهي البي، ودي بترمز الى الباور يعني القوه، واللي منها البي 37 او السوبر الجهاز اللي هنتكلم عليه النهارده. بالنسبه لسلسله البي بدات في مصر من خلال جهاز بي 32 وبعده جهاز بي 33 اللي قدرنا من خلاله من في شهر واحد بس نوصل ل 7000 مستخدم. وبعد كده فريق التطوير في ايت الموبايل قدر ان هو يطلق سلسله البي 36 او عائله بي 36 اللي من خلالها ايت قدرت تعمل طفره كبيره جدا في السوق في اجهزه السمارت فون. وبعد البي 36 احنا قدرنا نوصل ل 70000 مستخدم في الفئه دي بس. هنتكلم عن البي 37 وهو الموبايل السوبر. البي 37 يعتبر قدر يحقق المعادله الصعبه ان هو جهاز بيجي بتصميم عصري وفي نفس الوقت بشاشه كبيره مع ووتر دروب نوتش، بطاريه كبيره، دي حاجه صعب ان انا الاقيها في الفئه دي غير مع الموبايل السوبر. البي 37 بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، مع البطاريه دي اقدر ان انا استخدم الموبايل لاكثر من 24 ساعه استخدام، سواء بستخدمه كالعاب او سوشيال ميديا او بعمل منه مكالمات، والبطارية ما تفصلش مني. بطارية الجهاز ده من نوع ليثيوم بوليمر. البطارية دي مع عمليات الشحن المتكررة كفاءتها بتوصل ل 85%، على عكس باقي الموبايلات التانية اللي ممكن تكون موجودة في نفس الفئة اللي كفاءتها بتقل ل 60%. ومن خلال تفعيل خاصية الـ AI Power Master بقدر أحسن أداء البطارية لتستمر معايا لمدة 10% أكتر. وأما عن شاشة السوبر فهو بيجي بشاشة 6.5 إنش بتصميم ووتر دروب نوتش بنسبة استحواذ 90%. الجهاز بيجي برامات 2 جيجا رام اعلى من الجيل السابق اللي هو كان 1 جيجا رام في موبايل البي 36. مع البي 37 اقدر ان انا اشغل من 8 ل 12 تطبيق واتنقل بينهم بكل سلاسة، ومع كمان تجربة العاب احسن من الجيل السابق. الجهاز بيجي بمساحة داخلية 32 جيجا بايت، وبفضل اندرويد جو اللي بيوفر لي اكتر في المساحة وبحس ان الجهاز سلس كده ومرن معايا. مع البي 37 اقدر ان انا اخزن اكتر من 16000 صورة او حوالي 900 مثلا فيديو قصير. وعن طريق الاي سمارت انا كمان عندي ميزات اضافية في البي 37، منها الفليب ميوت، وهي ان انا اقدر امنع رنين المتصل عن طريق قلب الشاشة. تاني حاجة انا اقدر اخد سكرين شوت بثلاث صوابع. اما عن بصمة الجهاز فهو بيجي ببصمة خلفية من خلالها اقدر انا اعمل كذا وظيفة تانية غير ان انا اقفل اللوك او افتح اللوك، انا ممكن من خلالها اسجل مكالمة او اقفل منبه او اخد صورة. اما عن كاميرا السوبر بي 37 فهو بيجي بكاميرتين خلفيين بخاصية الذكاء الاصطناعي، الكاميرا الاساسية فيهم 8 ميجا بكسل، من خلال ظروف الاضاءة المنخفضة بقدر اخد احسن صورة، والكاميرا التانية هي للعزل عشان اقدر اخد صورة بورتريه. البي 37 بيجي ب3 ألوان، اللون الاول هو الازرق الغامق، اللون الثاني هو الاخضر المتدرج، اللون الثالث هو البنفسجي المتدرج. اما عن النسخه البرو فهو بيجي بشاشه عملاقه 6.8 إنش بنسبه استحواذ 94%، وبيجي بكاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل ككاميرا اساسيه وكاميرا اخرى للعزل، وبيجي ببروسيسور ثماني النواه عشان تجربه العاب افضل، وكمان غير ان هو بيجي ب4G. اما عن الوان البي 37 برو فهو بيجي ب3 ألوان، اللون الازرق واللون الاخضر واللون البنفسجي. وقبل ما نعلن عن السعر تعال نشوف مع بعض الفيديو ده اللي فيه مراجعه سريعه عن موبايلات السوبر بتاعتنا بي 37 وبي 37 برو.
حابب افكركم ان مسابقتنا موجوده ولسه شغاله. اعملوا شير كتير ولايك كتير واكيد هتكسبوا معانا. هتيجينا اللحظه اللي كلكم استنينا، سعر البي 37. بي 37 اللي هو السوبر بيمتاز ببطاريه كبيره وشاشه كبيره ومساحه اكبر. سعر البي 37 هيكون 1299 لنسخه 32 جيجا و2 جيجا رام. بالنسبه للبي 37 برو هنعلن عنه قريب وهنعلن على اماكن تواجده قريب وسعره كمان. كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده واشوفكم يا رب على خير.